رسالة للعالم الإسلامي، هي رسالة الله تبارك وتعالى، وهو القرآن الكريم الذي قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن هذا ظاهر واضح، فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحت هذا اللواء العظيم هو لواء القرآن ولواء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. العالم الإسلامي لابد أن يتحد، إذا ما اتحد على المشتركات كما نحن الآن بين كل الطوائف والمذاهب مشتركاتنا أكثر من 90%، قسم يقول 99، قسم يقول 98، أنا أقول أكثر من 90% المشتركات فيما بيننا، فحرام علينا شرعا، حرام علينا عرفا، حرام علينا اجتماعيا أن نختلف في 1-2-3% ونختلف من أجلها، ولا نتحد على 90-91-92% إحنا مشتركات فيما بيننا. نحن مع المشتركات، والمشتركات إلى ما شاء الله كثيرة، فنحن إذا عملنا في المشتركات الزمن لا يكفي، الزمن لا يكفي أن نعمل في المشتركات، فنحن الأقوياء عندما نتحد، وإذا اختلفنا سننتهي، فهذا خيارنا في الدنيا، لا يمكن أن نقول غلاف ذلك إن شاء الله.